ما زالت صفحات الإعلام المكتوب والمواقف في سائر الوسائل الإعلامية شاهدة على تصميم ممنهج من هؤلاء لعدم تمكيني من أي مشروع إصلاحي بمجرد أنه نابع من اقتناعي ونهجي. أسأل اليوم: ما هي الحالة الاجتماعية لشعبنا في ظل غياب منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة المعروفة بضمان الشيخوخة، والتي وضعت اقتراح قانون بشأنها بعد عودتي من الإبعاد، لم يجد بعد طريقه إلى الإقرار؟ أين التقديمات الطبية والعلاجية الشاملة لشعبنا وقد ضاقت به الأحوال بفعل عدم وضع أي سياسة اجتماعية ناجعة تحميه من غدر الزمن؟ أين نحن من رفع الدعم على موادنا الحيوية التي نستورد معظمها ولا نضبط استفادة شعبنا من دون سواه منها؟ أين الاقتصاد بعد أن أكل ريعه أموال اللبنانيين وجنى عمرهم، في حين أننا كنا ننادي وما زلنا بالاقتصاد المنتج؟